الساكنة المحمدية ومدينة زناتة. أنا ولد مدينة زناتة المحمدية. اليوم كنتواجدوا أمام ملعب البشير، شرح لنا الوضعية ديال ملعب البشير. الملعب البشير حالة يرتالها، حالة يرتالها، اللي كان ملعب من الملاعب الكبرى المغرب افريقيا والارضيه الجميله، العشب ديالو العشب الطبيعي الطبيعي اللي كان فيه، وحاله يرتالها، والاعمده ديال الاناره بدون اناره. انت كتشوف، انت طبعا من المواظبين لمشاهده المقابلات هنايا، شرح لنا هاد الاناره هذه من امتى وهي في حاله عطاله. ربما هاد الاناره في عهد الفريق القوي السنه ديال الفرات وعسيله، وهذه هاد الاناره كنعقل على خدمه ملي جات بايرن ميونخ هنا. من تما باي باي. تقدر تحدد لنا التاريخ باش نوضحوا للمشاهدين اللي ما عارفينش؟ ما بقيتش عاقل على يعني هذه 10 سنين، نقدروا دابا نقولوا بالعشرات السنين يا اخي، اكثر من 10 سنين يعني عقود من الزمان. وهذه الاناره ديال الملعب البشير ربما هذيك الاناره كانت في هذيك المقابله من بعد ديك المقابله. المهم الملعب كيف مهمش صراحه. اشرح لنا، اشرح للمشاهدين اللي ما عارفينش اللعابه الابطال المغاربه اللي خرجوا من هذا الملعب هذا. وابطال كبار خرجوا، كانوا الجيار الله يرحمه، الحاج طه الرعد، كان فراس عسيله، حدادي، يعني لعابه كبار اللي عطات مدينه المحمديه وبدات هذا الملعب هذا. اذا في نظرك شنو اللي كيخلي المسؤولين ديال مدينه المحمديه واللي تعاقبوا على المجالس ديالها وعلى العملات ديالها انهم ما يقوموش بواحد الالتفات لهذا الملعب هذا؟ هذه المساله اللي قلتي ديال الناس ديال المجالس اللي خصوصا كتعطى واحد المنح للفرق. هي بصراحه هذه الكلمه اللي قلتي معقوله. انا كيبان ليا الناس اللي خصهم يخدموا البلاد هما اللي غيروا على المدينه. راه ما يمكنش واحد يجي من مدينه اخرى ويجي لهنا ويقول لك انا راه ندير، راه ما يمكنش. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم والصفه؟ اسم سيدي اولي الله مصطفى، ملقب بجوحه. اييه. من مواليد 1960 مدينه المحمديه. كانت المهنه ديالنا ماشي هي المهنه، ولكن الحب ديالنا كان مشجع منذ سنه 69 الى يومنا هذا. وانا كنشجع. نبغيو دابا تشرح لنا واقع كره القدم بمدينه المحمديه كيف داير دابا. الواقع كره القدم بمدينه المحمديه فداك الشيء اللي كنا كنشوفوه حنا في السبعينات الى الثمانينات ما بقاش داك الشيء، ما بقاش الرياضه بتاتا. شحال دابا المده باش ولات كتعرف كرة القدم بمدينة المحمدية واحد التراجع، وتراجع كبير؟ التراجع اللي تراجع يعني مدينة المحمدية فما تراجعش أي مدينة في المغرب في الوطن كامل. مع العلم أنها كانت عندها واحد الريادة بالنسبة لكرة القدم. احنا منذ الصغر ديالنا ومنذ الطفولة ديالنا فكنعرفوا مدينة المحمدية، فأولا هي مدينة الزهور، ثانيا مدينة الرياضات، فكتعرف مدينة المحمدية فكتحمل جميع الرياضات. يعني بما فيها كرة قدم، كرة السلة، كرة الطائرة، يعني السباحة، فكانت يعني مدينة المحمدية معروفة أولا على الصعيد الوطني بها أول يعني أول مدينة معروفة بالرياضات وهي مدينة المحمدية. اليوم كنتواجدوا قدام ملعب البشير، هذا الملعب اللي معروف وطنيا وإفريقيا بالعشب ديالو الممتاز وبالإنارة ديالو. اليوم كما كنشوفوا هذه الإنارة اللي متوقفة والعشب اللي ما بقاش كما هو، شرح لنا الوضع دابا. شرح لك الوضع، فالوضع ديال أولا ديال الإنارة فكنعرفوا فشباب محمدية والاتحاد المحمدي دائما كانوا كيجروا مقابلات تحت الأضواء كنشوفوا، وكنعرفوا العشب اللي كان في الأرض اللي كانت في مدينة ملعب بشير بمدينة المحمدية، فكان العشب أحسن عشب في إفريقيا، فبدون استثناء فسبقوا الحكام ولا مندوبين هنا في المغرب باش عنوا على الملعب بأنه أحسن عشب في إفريقيا. اليوم شرح لنا اهم المباراه اللي بقات في الذهن ديالك لحد الان، وربما مباراه دوليه او مباراه وطنيه. وانا يعني هما كثير ديال المقابلات سواء على الفريق الوطني وفي شباب محمديه، فالمقابله اللي كانت اليوم يعني اليوم نتذكروا عليها وانا عليها كتكون المناسبه، وهي المقابله ديال شباب محمديه وفريق بايرن ميونخ. حيت كتعرف كانت تجارات الاسواق الاسواق الكاشفه، واليوم يعني ما بقاش الاناره في الملعب، يعني باش نقولوا في الملعب اتفاق، ما بقات لا اناره سواء في الملعب او خارج الملعب.